اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركة معالي وزير الخارجية في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية. وخلال الاجتماع أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمعها مع المملكة الأردنية الهاشمية وما تتسم به من رسوخ وتميز على كافة الأصعدة، مؤكدا معاليه حرص مملكة البحرين على تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بما يلبي طموحات البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة. من جانبه نوه معالي السيد أيمن الصفدي بعمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وما تشهده من تطور مستمر، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرخاء.